والله. تفضل سيد مختلف، يعني اريد اعرف انه الانتخابات راح يصير بها تزوير مثل الانتخابات السابقه اللي تحدثوا اغلب الكتل والاحزاب السياسيه انه حصل بها تزوير، انتم مطمئنين ككتله عزم انه هذه الانتخابات راح تمشي في موعدها وايضا تكون شفافه وبعيده عن التزوير؟ كون صادق وياك، اليوم تحالف عزم لا يختلف عن التحالفات السياسيه الاخرى. نعم. الخشيه والقلق موجود، لانه قانون الانتخابات حقيقه ايضا تشوبه بعض الخروقات، من ضمنها هو يعني حد الان لم يتم تحديد بطاقه الواحده اللي هي بايومتريه، لحد الان هو نظام الكتروني وبايومتري، هذا بحد ذاته اليوم من تسمع من هنا وهناك انه هناك جمع بطاقات وما الى ذلك، يعني ترك هذه الفقره مقصوده بالاجتماعات والكتل والاحزاب السياسيه انه تكون لابد بطاقتين الكترونيه والبايومتريه، يعني مقصود هو هذا؟ يعني اليوم انا بالبرلمان كاحد اعضاء برلمان واريد اصوت على قانون، بالتالي انا لابد ان اقرا قراءه جيده دقيقه حتى باشر انه انا من اروح في مجلس النواب حتى اصوت على فقرات هذا القانون فقره وادرسها بشكل صح. نعم. هل يمكن انه اليوم اغفل عن عامل جدا مهم اللي هو انه اليوم الناخب له حق ان يشترك ببطاقتين بايومتريه والكترونيه؟ حقيقه احنا نعتبرها مقصوده، لانه اليوم يعني باب من ابواب التزوير هذا افهمه من سياده طبعاً القيادي مخلف. نعم. الدليمي. نعم نعم، احنا نعتبرها احدى ابواب التزوير او الارتكاء. نعم. عليها او الارتكاز. نعم. عليها عندما ضيق عليهم، يعني لان احنا اتفقنا ست هيفاء في بداية حديثنا انه الانتخابات عندما تكون نزيهة وديمقراطية وشفافة. نعم. بشكل صحيح راح تبعد قيادات كبيرة صار لها 18 سنة على المشهد. نعم. تأكدي قامات كبيرة بالمشهد السياسي. يعني أنا أفهم من كلامك أنه هذه البطايق اللي بقت حتى ترضي الكتل والأحزاب الكبيرة وارد اليوم، يعني هاي إشكالية. نعم، البطاقة اللي ما يسمى بالشارع العمية بين هلالين هي الإلكترونية، هي المنفذ الوحيد اللي احنا نخشاه لاستخدامها كبطاقة للتزوير، لأنه هذا تختلف عن البايومترية، وجنابك أكيد مطلعة وأكيد عندك اليوم بحوزتك بطاقة بايومترية، هذا هو اللي خلوه منفذ لهم لاستخدامه عندما تكون انتخابات نزيهة شفافة ومحمية أمنيا، ممكن أنه يستخدمون هذا الباب، لأنه احنا اليوم نقول انه هناك طرق للتزوير هذه احدى ابوابه. خلي اشوف السيارة.